طيب كابتن حسن، طلائع الجيش دايما وشه حلو على نادي الزمالك. لو حسبناها السنه دي، الاهلي خسر، الزمالك خسر من الاهلي في نهايه الدور الاول، وخسر من الانتاج الحربي في بدايه الدور الثاني، ماتشين ورا بعض. لعب طلائع الجيش كسبه 3-2. دخل الزمالك في سلسله هزايم، 4 5 هزايم متتاليه، وبعديهم على طول لعب طلائع الجيش كسبه 3-0. النهارده وبعد الخروج برضو من افريقيا ونتائج سلبيه في افريقيا، بيفوز برضو على طلائع الجيش 3-0. مع ان الزمالك لو بصينا الفتره الاخيره هتلاقيه لعب بتاع 6 ماتشات، والنهارده 7 مباراة في خلال شهر. طلائع الجيش لعب 4 مباريات، يعني احنا كنا المفروض نشوف طلائع الجيش هو اللي افوق في الملعب من نادي الزمالك، مستريحين مش مجهدين زي نادي الزمالك، ومع ذلك اللي شفناه على ارض الملعب مختلف تماما. لا هو كابتن بركات، وانت راجل جربت حاجه زي كده، ايه هي الحاجه اللي انت جربتها؟ ان انت كل ما بتلعب كل ما مستواك بيزيد، وطالما ما فيش ارهاق حتى لو في نهايه موسم. طبعا، امال حتى لو في نهايه موسم، اصل انت النهارده خدت فترات راحه طويله. احنا ما بنلعبش كل اسبوع ماتش ولا كل 4 ايام ماتش، لا دي احنا خدنا فترات طويله، توقفات كتيره اثناء الدوري، وبالتالي كانت كل الفرقه محتاجه انها تلعب ماتشات وديه عشان تبقى دايما يعني ستاند باي لاي مباراه رسميه تيجي. فالنهارده كل ما هتلعب، الزمالك لعب اكتر من طلائع الجيش، النهارده تشوف الزمالك بدنيا، بلاش فنيا، بدنيا اعلى بكتير من طلائع الجيش. طلائع الجيش عشان لعب 4 مباريات ما تفكرش ان التمرين ممكن هيفيد، الا اذا كنت بتلعب مباراه وديه. المباراه الوديه في الغالب بتتاخد بص المساحات، يعني ده راجل يعني المفروض بيلعب في نهايه موسم ستانلي ده، ومع ذلك عشان كده بقول لك ستانلي عنده سرعات بيحبها. كمان سرعات بينقل نقله من الزمالك من ناحيه دفاعيه لناحيه هجوميه. فعشان كده بقول لك انت كل ما تلعب حتى في نهايه الموسم، كل ما تلعب ماتشات كتيره، طبعا ماتشات رسميه كتيره، انت نفسك بدنيا هترتفع وهتزيد. لكن اللي انا كنت عاوز اكلم حضرتك فيه يعني قبل الكلام على المباراه ككل، كنت عاوز اتكلم على عمرو صلاح. يعني انا مش عمر صلاح مش عاوز اشكر فيه شكرانيه كتيره، لكن النهارده تحس ان هو ثابت، مش هايب الموقف، هادي، مش هايب الموقف تماما. ويعني تيجي انت تشوف مثلا ال5 دقايق الاخيره او ال10 دقايق الاخيره، طلع اكتر من كورتين ثلاثه في كورة صعبين جدا، ثبات يعني صعبين جدا. لكن الكور العرضيه بيطلع لها، ما بيقفش تحت ال3 خشبات، مش هايب الموقف تماما. والهدوء ده هو اللي بيخليه يبقى بالشكل ده، او بيخلي اي حارس مرمى بالشكل ده. طيب احنا في ايدينا ما يبقى معانا خامه كويسه يا كابتن حسن زي عمر صلاح، النهارده بيلعب وفي ظرف يعني المفروض ان هو ظروف مش كويسه، وثابت وبيقدم مباراه كويسه. وانا عندي بقالي فتره مثلا اذا كان عندي مشاكل في حراسه المرمى، وهنتكلم مع استاذ حسن دلوقتي على موضوع الشناوي تاني، لو عندي، لو انتم شايفين ان في حد مثلا بيتمارض، حتى لو الكلام ده مش صحيح، شايفين ان في حد فنيا، ايه المشكله ان انا ما واحد معاه بدا معايا بدايه كويسه، ايه المشكله ان انا اديله وامشي بيه شويه طول ما هو كويس؟ هو لازم يمشي بيه، يعني هو لازم يمشي بيه، يعني هم كل الكلام دلوقتي على ماتش الاهلي. وبعدين هل ممكن هيكون عندهم الشجاعه ان هم يدوله ماتش الاهلي؟ طبعا هو كده كده الراجل النهارده في المؤتمر الصحفي برر موقف شناوي وموقف جنش، وقال لك انا كنت عارف ان عمرو صلاح او عمر صلاح هو هيصد وهيبقى حارس مرمى جيد و و و و وبعدين برر كمان موقف الكابتن ايمن طاهر، ان ايمن طاهر قال له ان هم دول بقى لهم ماتشين وده ظهره بيوجعه وجنش كذا. يعني اذا كل الكلام اللي احنا سمعناه سواء من الاستاذ مرتضى او من اي حد، كلام كله الراجل على علم بيه، وعارف ان اللعيبه دي مصاب، وعارف ان الشناوي راجل مش مهربش زي ما قالوا انه هرب. احنا الناس بنقول ان هو ساب المعسكر ومشي، لكن هو برضه ساب المعسكر ومشي لان هم راجل ناسي وعارف ان هم مصابين ومش هيلعبوا. عشان كده هو كان النهارده محضر الحارس والاحتياطي بتاعه. فاحنا النهارده يعني بنستغرب من الكلام اللي اتقال، يعني الكلام اللي اتقال ده احنا بنستغرب له ليه وعشان ايه، صح؟